عمرك شفت في حياتك شخص بيتحكم بالكهرباء بإيديه زي ثور، أو ست بتتكلم مع القروش والأسماك وبيسمعوا كلامها؟ في الفيديو ده هوريك أشخاص ربنا مديهم قدرات خارقة ما شفتهاش قبل كده غير في الأفلام. بس قبل ما نبدأ، لو ما اشتركتش معانا في القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. جيوتي راج، سبايدر مان الهند. كلنا اتفرجنا على افلام سبايدر مان وحبيناها جدا واتمنينا انها تبقى عندنا قوة زي كده. النهاردة هوريك شخص من الهند قادر ينافس سبايدر مان ومن غير خيوط طالعة من ايده كمان. جيوتي راج شخص من الهند يقدر يطلع ويتسلق اي حاجة بدون خوف وبدون اي صعوبة، وكأنه طالع على سلم بيتهم. وغير كده فهو بيتسلق بطريقة معاكسة للجاذبية الارضية. زاواي، الشخص الحديدي. الراجل ده بيمتلك جسم وجلد فولاذي، شارك في مسابقات كتير وبيعرض جسمه لأبشع أنواع اختبارات التحمل وبدون ما يتجرح حتى، لدرجة إنه جرب قبل كده شغل حفار معدني في دماغه وما حصلوش أي حاجة. ولو فاكر إن كل اللي أنت شفته ده عادي، فالشخص ده يقدر يجر عربية بسيف على رقبته. المنظر لوحده يخوف. دانيال سميث، الرجل المطاط. دانيال سميث هو أكثر إنسان مرن في العالم، وطريقة جسمه المرنة حيرت العلماء جدا. من كتر مرونة جسمه يقدر يستخبى في صندوق أو شنطة وهو جواه، ويقدر كمان يعدي من مضرب تنس بدون أي تعب. فيم هوف، الرجل الجليدي. فيم هوف هو شخص عنده قدرة الوجود في الثلج لساعات طويلة، فلما كنت أنت في الشتاء بتحاول تخلي المياه سخنة عشان تعرف تستحمى، فيم هوف كان بيعمل حوض من ثلج درجة حرارته 20 درجة تحت الصفر وبيقعد فيه لساعات طويلة. وعلى قد ما هي درجة الحرارة ممكن تخلي وظائف وأعضاء جسمك تتجمد، إلا إن فيهم هوف ما بيحصلوش أي حاجة، والفضل ده راجع لطريقة التأمل اسمها اللاتومو اللي بتخليه يتحكم في درجة حرارته من الداخل. ولحد دلوقتي فيهم هوف يمتلك أكثر من 20 لقب في تحمل برودة درجة الحرارة، وأشهر أعماله تسلق جبل كليمنجارو في درجة حرارة تحت الصفر بشرط فقط. سكوت فيلنسبورغ، الآلة الحاسبة. سكوت عنده موهبة بيتمناها أي شخص بيدرس أي مادة ليها علاقة بالأرقام. سكوت عنده موهبة فريدة في الجمع والطرح والقسمة والتربيع في ثواني معدودة وبدون أي نسبة خطأ، ودخل موسوعة جينيس سنة 2001 كأسرع إنسان يقوم بعمل معادلات حسابية. وبفضل مهارته وقدرته الفائقة في الحساب بقى المضيف السنوي وسفير ليوم الرياضيات العالمي. ميرونيكا سايدر، المرأة تلسكوب. ميرونيكا شغالة دكتورة أسنان ألمانية، ودخلت موسوعة جينيس لرؤيتها أصغر جسم من أبعد مسافة. واشتهرت ميرونيكا لما جامعتها جامعة شتوتجارت أعلنت إن في طالبة تقدر تشوف أحسن 20 مرة من الإنسان العادي، لدرجة إنها قدرت تحدد ملامح إنسان بعيد عنها بكيلو متر ونص. دانيال كيش، الرجل السونار. دانيال كيش من المواهب الفريدة من نوعها. دانيال أصيب بسرطان الشبكية من وهو طفل رضيع، وده أدى إلى فقدانه حاسة البصر، وكمان أدى لاستئصال عينيه الاتنين، وعشان كده قدر يطور من سمعه مع الوقت، وبقى يقدر يتحرك من مكان للتاني بدون عصا تحديد أماكن. ولو الكلام ده بالنسبة لك عادي، دانيال كيش يقدر يركب عجلة ويمشي بيها بدون أي مشاكل، وأكيد أنت بتسأل نفسك هو إزاي هو بيعمل كده. دانيال كيش بيستعمل طريقة بيستعملها الخفاش في تحديد الأماكن، وهي طريقة الإيكولوكيشن أو الاعتماد على الصدى. والأمر عند دانيال مختلف شوية، لأنه بيستعمل لسانه كمصدر لإرسال موجات ويقدر بيها يحدد أي عوائق في طريقه. ولحد دلوقتي دانيال كيش قدر يساعد أكتر من 1000 طفل إنه يتغلب على عجزه ويعلمه طريقة الإيكولوكيشن عشان يحسن من طريقة حياتهم ويسهلها عليهم. ماس أوياما. ماس أوياما من الأشخاص اللي تتمنى تقابلهم مرة على الأقل في حياتك. ولسوء الحظ ماس أوياما اتولد في القرن العشرين في كوريا وانتقل لليابان لتعليم الكاراتيه. أوياما كانت عنده موهبة تكاد تكون خيالية شوية، وهو إنه كان يقدر يقتل ثور بضربة واحدة من إيده، ومرة قتل 3 سيران مرة واحدة. وقدر يقتل ماس أوياما طول فترة عروضه 52 ثور، وكمان كان بيقدر يشيل قرونها بحركات الكاراتيه. جو تشانغ، الرجل الناري. جو تشانغ كان عنده قدرات خارقة للطبيعة مولود بيها، وكان بيرفض تماما اللقاءات التلفزيونية والصحافة،
ولما تم 80 سنة قدر عدد من الصحفيين انهم يوصلوا له ويوثقوا فيديو من اروع واندر الفيديوهات اللي هتشوفها في حياتك. جود شانك كان بيستعمل قدراته في شفاء بعض الناس، ووعدوا الصحفيين انه مش هيقولوا او هيوروا حد اللي صوروه، وكان بيشفي الامراض عن طريق قوة حرارية بيخرجها من جسمه وبيسميها بقوة التشي. ولما عرف ان الصحفيين نشروا الفيديو بتاعه واخلوا بوعودهم اختفى للابد. إيساو ميتشي. زمان كنا بنسمع عن المحاربين الساموراي وازاي هما بارعين جدا في استخدام السيف في المبارزة وسرعتهم في ردود افعالهم. النهاردة جايب لك شخص مش موجود في الافلام، ده في الحقيقة. إيساو ميتشي بيقدر يقطع اي حاجة لنصين حتى لو كورة تنس جاية بسرعة كبيرة. ولو الكلام ده عادي بالنسبة لك، إيساو ميتشي بيقدر يقطع رصاصة من مسدس بسرعة اكتر من 200 ميل في الساعة. إيساو ميتشي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكتر من مرة، وده بسبب مهارته في الكتانة، ومن مهاراته هي أسرع قطع بالسيف لكرة التنس وأسرع رصاصة. إيساو ميتشي مهارته بتتقارن بالإنسان الآلي، لأن الإنسان الآلي هو الوحيد اللي ممكن يبقى عنده القدرات دي. قولنا تحت في الكومنتات القوة الخارقة اللي نفسك فيها من وسط الفيديو، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك على القناة وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.